بدأتي بموضوع بروفيسيونيل، وهنا بدأ بقى يعني مسيرته الاحترافية كمدافع وسط مرمى. أبرز المحطات اللي كانت مهمة في حياة ميكيلي أثناء التدريب أو أبرز الأندية. كل المحطات بالنسبة لي مهمة بشكل خاص. في مونس أنا بدأت مع مونس، هو سمحوا لي أن أبدأ مسيرتي كمدافع حراسة المرمى مسيرة حقيقية، وتعلمت مهنتي هناك وطلعنا زي نحتنا وحفرنا كل السلام. بعد كده مع بعض طلعنا مع بعض كل المراحل، مرحلة مرحلة. خدت الدوري 4 مرات معه، نطلع يعني ناخد الدوري الدرجة التانية، نطلع ونصعد وننزل ونطلع مع بعض، يعني عشنا كل لحظات مع بعض. بعد كده راح نادي هناك، نادي معروف جدا في بلجيكا اسمه شارلوروا، وعندهم برضو معروفين زي النادي الاهلي اللي هم بيقدموا حراس جيدين. هناك طبعا الافق بقى اعلى، ودي بالنسبة لي مرحلة وصلت لها، يعني دي كانها خطوة عالية في حياتي الاحترافية، وتحدي كبير بالنسبة لي، وانا ما كانش ينفع اسيب التحدي ده من غير ما اقبله. اشتغلت وقابلته، وكان عليا ضغوط طبعا سواء من الاعلام او من الجماهير، لان جماهيرهم برضو جماهيرهم اقوياء زي جماهير النادي الاهلي، عندهم يعني قاعده جماهير كبيره زي النادي الاهلي. جماهير بيحبوا اللعيبه اللي بتلعب بروح وبتحارب عشان تكسب زي النادي الاهلي، فنفس الثقافه تماما مختلفه. وعشان ابقى اهل للمكان اللي انا فيه، حاولت وديت كل اللي عندي عشان اقدر اثبت نفسي مع النادي واكون افضل حراس المرمى في المنطقه، من افضل حراس المرمى في بلجيكا. يعني بلجيكا برضو معروفين بالحراس الجيدين. ومع شارلوروا خد برضه شهادات الحراس المرمى، شهادات المتخصصه لحراسه المرمى. كنا اول مدربين حراس المرمى المعتمدين، واخدين اللايسنس، واخدين الشهاده المعتمده في المنطقه، واللي هو كان في العالم كله، كان وقتها بدايه العالم كله في ان هم في الناحيه الاحترافيه في شهادات الحراس. وكنت سعيد، وكانت فتره كانت بالنسبه لي فتره مهمه مؤثره اللي اشتغلت فيها مع شادورا، وسمحت لي ان احقق كل ده. وكل ده وصلني في يوم من الايام النهارده بقيت في اكبر نادي في افريقيا، وصلت بقيت في النادي الاهلي، نادي اكبر نادي في افريقيا، وده شرف ليا ان اكون في النادي الاهلي فعليا، لان ده النادي اكتر نادي واخد القاب في افريقيا، وعنده برضه متخصص باخراج بيطلع افضل حراس في البلد. انا شايف ده، وده اهم حاجه بالنسبه لي، بمرن النادي بيدي اكبر نادي بيدي حراس، فبالتالي برضه الافق بقى اعلى بالنسبه لي، وانا بحب التحديات اللي من النوع ده، وده اكيد تحدي مهم جدا. عايزين برضه نساله عن مرحله مهمه، ازاي اتعرف على مستر رينيه فايلر، وازاي ابتدى برضه معاه وطلبه لما مسك النادي الاهلي رينيه فايلر. ولكن تعالوا دلوقتي نروح نشوف تقرير عن المدرب الموهوب ميكيلي يانكون، ونرجع نساله عن معرفته وتوليه تدريب